السلام عليكم من ورشة تي او بيرفورمانس. اليوم درنا فيديو لرد عن بعض التعليقات والرسائل الخاصة اللي لحقونا، ونعتذر عن الناس اللي ما قدرناش نردو لهم في الايميل والرسائل الخاصة والتعليقات ايضا لضيق الوقت وكثرة الرسائل ايضا. العديد من التعليقات كانت علاش الانسان اللي يكسب سيارة باهظة الثمن مثال 400 مليون 500 مليون 800 مليون ما يقدرش يشري بدون تاع الاد بلو ب 300 الف ويعمر. المشكل ما راش في الميزانيه، المشكل راه تقني محض. في غالب السيارات متوفره على نظام السير بالعاميه نظام الاد بلو والفاب، ينتج عطب في الكابتور دو بارتيكول، وهذا راجع لعدم توافق نوعية المازوت مع النظام. للأسف المازوت المتوفر حاليا هو مازوت فيه بزاف من الكبريت ويأثر على عمل الحساسات. للعلم في النظام الأوروبي أوروسيس الكمية المعمول بها في التلوث هي 10 وحدات، أما بالنسبة للمازوت المتواجد عندنا هي كبيرة بزاف، غادي نقول لك 300 400 خطرة على الكمية المعمول بها في النظام الأوروبي. أيضا هناك حساسات أخرى مثل كابتر نوكس متوفر في جميع السيارات اللي عندها النظام السيار، مثلا سيارات بيجو رينو مرسيدس فولكسفاغن أودي تويوتا إلى آخرها، وحتى الشاحنات يعني فيها كابتر نوكس، هذا أيضا يقدر يتأثر بهذا المشكل تاع المازوت. ولو حب الزبون يصلح المشكل ويشري الحساسات يرجع له نفس المشكل بعد 1000 2000 كيلومتر، يعاود يولي له نفس المشكل. للعلم هذا النوع من الحساسات للأسف باهظة الثمن، تراوح سعرها من 10 ملايين حتى 25 مليون، هذا حسب نوع السيارة بيان سور، ومالك السيارة ما راحش تخرج عليه. هذا النوع من المصاريف بزاف، كأنه يعمل في دونج 10000 كيلومتر والحساس يبدلو كل 2000 كيلومتر، يعني سعر خيالي بالنسبة له ومصروف بزاف من مصروف اللي كاين. حتى في أوروبا عندهم هذا المشكل، والعديد من الورشات يلغوا هذا النظام. تقدروا تدخلوا في جوجل وتحوسوا ديروا البحث كتابة سوبريسيون دو فيتر بارتيكول ولا سوبريسيون دو ادي بلو، يعطيكم نتائج، وكاين ورشات يعني كبيره دير هذا النظام هذا، تحذف هذا النظام هذا. حذف النظام يجب ان يكون بعمليه وتقنيه احترافيه، واذا لم يتم ذلك بطريقه صحيحه قد يؤدي الى عواقب وخيمه الى حد الايقاف. بالعاميه نقولوا السياره تكولي. هذا الحديث كان بزاف في موضوع سيارة جي ال سي، يقول لك المحرك السيارة ما راهوش ناجح ويكولي، أو المازوت يخلي السيارة تروجينيري دايما، وأقوال أخرى يقول لك الجيكلور تاع الزيت يتبوشى، أو ليزانجيكتور راهم عندهم دي بي كبير ورامي بي سي بزاف، وهذا خطأ تقني، لأن كل هذه المعطيات هي بالنسبة لمحرك OM651 اللي يكون عنده عقل ديلفي، لكن السيارات الجديدة فيها عقل بوش. والسبب الوحيد اللي أثر ويؤدي إلى اهتراء المحرك هو الحذف السيء والغير احترافي للأسف للنظام، لأنه لازم أخذ الاعتبار للعديد من العوامل
والتفاصيل التقنية. الحذف السيء والغير احترافي يخلي المحرك في حالة ريجينيراسيون بيرمانون، أي عملية تنظيف مستمرة، ما يجعل المازوت يتراكم في الكارتير ويتخلط بالزيت، وإذا تم ذلك المحرك ما راحش يبقى مليح وراح يحصل عطل. الحمد لله بالنسبة لزبائننا اللي جاوا للورشة وزارونا كلهم كانوا راضيين، وندعوهم من هذا المنبر فضلا وليس أمرا يكتبونا بعض التعليقات وشهادات مع التجربة تاعنا في الورشة. للمزيد من التفاصيل والأسئلة ندعوكم للتواصل معنا. مرحبا بكم في الورشة تاعنا تاع تي او بيرفورمانس، او بث ايميل في رسالة خاصة حول او حتى كتابة تعليق. ان شاء الله نكونوا فدناكم في الموضوع هذا وما كناش طولنا عليكم. واي استفسار، اي موضوع اخر، اي سؤال، مرحبا بكم، ممكن دونوا هنا في التعليقات. وان شاء الله كما قلوا تسيو بارطاجيو لا فيديو باش الناس واحد اخرين يشوفوها ويفهموا الموضوع هذا. ومرحبا بكم في تي او بيرفورمانس.